بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده كان اخر حاجه كنا احنا وصلنا لها، ان احنا رسمنا الدي اكس اف بتاع الكتاب عباره عن الحائط اللي هي باللون الازرق ده، وال الحوائط باللون الازرق، والبلاطه عباره عن حدود بولي لاين ولكن مش كيرفات خالص. ابعد خالص عن موضوع الكيرفات ده، لان الكيرفات بيعمل مشكله خالص في مشكله في الاتال. ورسمنا الكمرات اللي هي باللون الازرق ده، وهو عندنا الفتحات رسمناها برضو بنفس الامر اللي هو الامر البولي لاين. يبقى احنا عندنا اولا ريكتانجولار بمقاس العمود، مقاس العمود اللي هو المقاس المضبوط بتاع العمود ده 30 في 130، يبقى يتعمل 30 في 130 مش 30 في 131 عشان الاتاب يعمله صح. وبعد كده عندنا الحيطان هنعملها على انها لاين، والكمرات على انها لاين، لكن الحدود الخارجيه للبلاطه والحدود الخارجيه للاوبننج كلها على انها ايه؟ على انها بولي لاين. بعد كده طبعا ما ينفعش نستورد ملف لما يكون مقفول، نقفله بس الاول من هنا. وبعد كده طيب حاجه الاول بس مهمه، حاجه الاول مهمه، خد بالك ملف الاتاب لما يكون مظبوط وما فيهوش مشاكل كتير، ما فيهوش خطوط مايله او ما فيهوش حاجه مش واصله ببعض، بيريحك بعد كده. يعني لو لا قدر الله مثلا كان انت عندك مثلا حاجه زي كده انت مش واخد بالك منها، وجيت هي مش باينه، بس انت جيت تستورد الكلام ده من الكتاب هيعمل لك مشكله. فانت حاول تظبط شغلك وتتاكد عليه الاول قبل ما تشتغل عليه، بحيث ان هو ايه ما يتعبكش في برنامج الكتاب ويطلع لك ايرور كتير ممكن بعضها ما تعرفش تتعامل معاه. نقول له هنا نفتح برنامج الكتاب بالشكل ده كده، نقول له هنا فايل نيو موديل. عندنا ثلاث اختيارات، اول ما هيقول لك نيو موديل يعني الاختيار الاولاني ده ان هو يجيب لك الديفولت سيتنج بتاعته، احنا مش عاوزين كده، او انه يشتغل من ملف متعرف هو فيه الحاجات قبل كده. ودي طبعا ميزه ممتازه جدا، ان انت بدل ما تقعد تعرف الاعمده وتعرف الماتيريال وتعرف اللود كومبينيشن واللود كيسز والكلام ده كله تلاقيها على طول متعرفه، فدي ميزه محترمه بصراحه. الحاجه الثانيه انك انت تدخل له انت الوحدات بتاعته وتعمل انت ملف من الاول وجديد، وده اللي احنا هنعمله مع بعض. هنختار الام كي اس دي اللي هي وحدات ام كي اس عشان الكيلو جرام والفورس بالطن، والكود مش هيفرق معانا لان كده كده كود من مصر مش موجود، فخلاص احنا ممكن نقول له كده اوكي خلاص. كل اللي هنغيره هنا بس مبدئيا كده ان ارتفاع الدور عندي عدد ادوار واحد بس، الدور المتكرر 3 متر و10، الدور الارضي 4 متر، وبعدين نقول له بلانك. احنا كده مش محتاجين الكلام ده كله في حاجه. هي بتاع الشاشه بالشكل ده كده، فيها 3 ويندو. الويندو الاولانيه ده من اول الكتاب الجديد اسمه المودال اكسبلور، وصراحة ممتاز جدا ومفيد جدا في الشغل، بس انا بحب اقربه كده شويه عشان خاطر يوسع لي الشاشه اللي هي اللي انا هشتغل فيها. والشاشه الثانيه بتاعت شاشه ال 3 دي برضو بحب اقللها كده شويه بحيث ان ده يبقى ايه اكبر حجم عندي لي في الشاشه. البرنامج اللي تاب الاول برنامج انت ممكن تتعامل معاه عادي خالص زي شغل الساب العادي بتاعنا خالص، كليك يمين وتقول له ايديت موديفاي جريد، وتقول له ايديت جريد داتا، وتدخل الجريدات بتاعتك وتعرف وتقول له ديفاين عادي نفس الشغل بتاعك بتاع الساب عادي خالص، واساين نفس الكلام، والديسبلاي والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها اللي هي نفس الشغل بتاع الساب، وتعرف بلاطه وترسمها، وتعرف كاميرا وترسمها، وتعرف عمود وتلاقيه نقطه زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقي هنا حاجه اسمها درو بيم، وهنا مش عارف درو كولم، وهنا درو اريا نفس الاشكال بتاعتنا اللي هي الغير منتظمه والسريعه والكويك والكلام ده كله. يزيد عليه بس يزيد على برنامج الساب موضوع الوولز بس، ان هو بيرسم حوائط بقى، ما عادش بيرسم مجرد بس نقطه كده في تمثل العمود، لا بقى بيرسم حوائط شير وولز بأبعادها حقيقية. هو ده التمثيل الحقيقي، وهو ده أهم سبب بيخلينا نتجه ناحية إيه؟ برنامج الإتاب. بعد كده إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنستفيد من إن إحنا عملنا ملف دي إكس إف، هنيجي شايفينه من ديسبلاي دي، نضغط علامة الموجب، وبعدين البلان، هنلاقي حاجة اسمها ديسبلاي تاني هنا، من علامة البلان، ديسبلاي، من قائمه الديسبلاي دي، هي دي القائمه اللي احنا اصلا هنشتغل عليها في البرنامج بتاعنا. بس الاول بس نعمل امبورت للملف، احنا دلوقتي عاوزين نستفيد ان احنا عملنا ملف دي اكس اف، فهنقول له هنا فايل وبعدين امبورت وبعدين دي اكس اف اركيتكتشر بلان. طبعا انتوا عارفين الاوبشن اللي تحت ده اللي هو نفسه بتاع الساب اللي هو العادي خالص، وينفع حتى نستورد نفس الملف بتاع الساب زي ما احنا قلنا قبل كده.
لكن احنا هنشتغل على الدي اكس اف اركتكتشر بلان. هنضغط ضغط هنا كده، هيقول لي الملف بتاعك فين. طبعا لو هو مش موجود يعني مش ضروري يجيب لك عليه كده على طول، لا انت عارف ان انت حاطه مثلا على الديسك توب في جروب مثلا دي، في ستاتيكال سيستم، في الاي تابس، في دي اكس اف، اهو تمام ده الملف بتاعك. اول حاجه بتغيرها هي الوحدات، انت شغال بالمت ما تنساش الموضوع ده، والسكيل ده لازم تراجع ان هو يكون بواحد، والماكسيموم ديستانس ممكن نخليها 1 من 10 بس، او تسيبها حتى مش تفرق يعني مش مشكله خالص. هيجيب لك البلان بتاعك بالشكل ده. خد بالك اول ما اجيب لك البلان ده، لو انت واقف على الديسبلاي دي، هتلاقي هنا حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها الفيو. تعالى كده من على الفيو، وهتلاقي حاجه ما كانتش ظاهره معانا الاول، بس نوسعها كده عشان تبان اكتر، حاجه اسمها الاركتكتشر لين، او اللير اللي انت اصلا مستوردها من برنامج الاوتوكاد 00 كولم 00 سلاب 00 وول 00 بيم، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. ماشي خلاص ما فيهاش مشكله خالص. بعد كده احنا هنتعامل ازاي؟ احنا المفروض ان احنا مصدرين العمود بريكتانجولر، والحيطه بخط، والسقف بخط بول لاين ده، والفتحات برضو بنفس الكلام، والكاميرات عباره عن لاين بالشكل ده كده. فاحنا عاوزين نستفيد من الكلام ده، عاوزين نستفيد من الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف هنستفيد من الكلام ده ازاي. هنيجي نقول له اول ديفاين، ديفاين ايه؟ ديفاين ماتيريال بروبرتيز، عرف الماتيريال عندنا، عندنا موديفاي، عندنا كونكريت اسمها كونكريت 250. ابص كده الاقي الوحدات عندي هنا متغيره، مش هي دي الوحدات اللي انا بشتغل عليها؟ اقول له اوكي تاني مش مشكله خالص. اوكي هنا، اقول له اليونتس، يونتس ضغطه هنا كونسيستنت يونتس، واقول له اللينس بالمتر، الفورس بالطن، ودرجه الحراره زي ما هي. وديفاي ماتيريال تاني، هلاقي الوحدات اتظبطت، كونكريت 250 تاني، ونقول له هنا موديفاي. طبعا انتوا عارفين كثافه الخرسانه 2.5. باجي على الاف سي داش زي ما احنا عارفين، اللي هي قيمه 8 من 10 في ال 250، وازود صفر عشان الوحدات. طبعا ايه هو هو تلقائي طبعا بيحسب هو على طول، لو انت ضغطت كده بيحسبها على طول 2000 طن على المتر المربع، دي اللي هي قيمه الاف سي يو. ولو انت عندك ماتيريال ثانيه ممكن تقول له اد كوبي ثاني، ونسميها كونكريت 300، ونقول له موديفاي، وعندنا دي عباره عن 300 ونزود صفر في 8 من 10. ماشي. نضغط بس في اي مكان بره بس بحيث ان هو يعني تشوف انت الرقم يحسبه قبل ما تمشي يعني. نقول له هنا اوكي خلاص. هو ده بس اللي بنغيره، احنا ما بنغيرش على اي حاجه ثانيه هنا بس. نقول له هنا اوكي خلاص، غيرنا هنا الشغل بتاعنا اوكي. تعالى نغير الستيل بتاعنا برده من موديفاي، وتعالى على كثافه الحديد زي ما هي 7850 مظبوطه، ما عندناش فيها مشكله. تعالى بس نغير دي، نخليها 3600 ونزود صفر. ودي 5200 ونزود صفر، ودي 3600 ونزود صفر، ونضرب في 1.1 من 10. ودي حاجه ليها علاقه بالنون لينير ماتيريال او سلوك الماده بعد الامبلم. ودي 5200 ونزود صفر ونضربها في 1.1 من 10، يعني انا باخد القيمتين اللي فوق واضرب كل واحده منهم في 1.1 من 10. خلاص كده مظبوط، ما عنديش مشكله كده في حاجه الحمد لله. نقول له هنا اوكي خلاص، اوكي تاني. لو انت عاوز تعرف نوع تاني حديد تاني ولا حاجه تانيه، طبعا الموضوع سهل يعني. بعد كده نيجي على قائمه ديفاين سيكشن بروبرتيز، وبعدين فريم سيكشن. هو انا عندي كام نوع، كام عندي عمود، كام مقاس عمود؟ عندي عمودين 30 في متر و30 في 130. اد نيو بروبرتي ماشي، نقول له هنا ريكتانجولار، اد نيو بروبرتي ريكتانجولار اهو. هيفتح لي القائمه دي كده، هيقول لي انت عندك عمود اسمه ايه؟ هنقول له اسمه سي 30 علامه الاكس في 100. وطبعا زي ما احنا عارفين احنا بيفضل ان احنا نكتب الحاجه باسماء. الماتيريال بتاعت العمدان هنخليها هي 300، والسقف والكاميرات هو اللي هنخليها 250، فناخد بالنا برده من الحاجات دي كلها عشان ايه ما يحصلش اي ايرور عندنا. الدبس بتاعنا متر، العرض بتاعنا 30، ونيجي على الموديفاير ونعمل تخفيض للمومنت اوف انيرشيا بتاعت القطاع 7 من 10 عشان موضوع الكراك ديسكشن اللي احنا قلنا عليه قبل كده مع بعض. ونخلي الكون تورشن دي بوينت 1، رقم قليل بس كده. والفكره كلها من الموضوع ده ببساطه ان انت العمود بتاعك المفروض ما يشيلش تورشن، ما يستحملش يشيل تورشن، فبتقلل قدرته على انه يشيل التورشن، فبتخش بتدخل التورشن كونستانت ده برقم قليل عشان خاطر ايه ما يشيلش تورشن معاك خالص. ماشي اوكي. الميزه بقى الممتازه في برنامج الاتاب ان انت بتخش تعرف الحديد كمان من على الرينفورسمنت دي. تقول له هو بيم ولا كولم؟ هو كولم. الحديد بتاعه كام؟ الحديد بتاعه مش 60، الحديد بتاعه 50. ايه الفيلد بتاعه 50 اللي احنا غيرناه اصلا مع بعض؟ و 50
وخلي دي 50 كمان هي زيها مش هتفرق يعني. ممكن نعرف حديد تاني للطاي بس مش مشكله. الكفر عندنا كام؟ 0.025 ماشي. عندنا الحديد كام؟ الحديد احنا قلنا عندنا عدد ال قلنا يا باشمهندسين قبل كده ان احنا عندنا هو بيقول لك العدد فيه اتجاه 3 والعدد فيه الاتجاه الاثنين. شايف كده بيقول لك هو الونج 3، الونج 3 عندك كام سيخ؟ الونج 3 عندنا 3 سيخ هم ادي 1 2 3، وبعد كده الونج 2 عندي كام صف؟ 5 صفوف، ادي صف 2 3 4 5. طب انت عاوز تدخل في ال 30 في متر ده كام؟ انا مش فاكر ادخل في 30 في متر ده كام، هعرفها منين؟ اعرفها من الاكسل شيت. افتح كده الاكسل شيت بتاعنا وهو كان اسمه ريبيتد قوميه. بعدين افتح كده اهو كان اسمه ايه؟ ريبيتد قوميه ماشي ان شاء الله يكون هو ده. تمام هو ده. وكان عندنا الحديد بتاعنا 18 فاي 16. 18 يعني احنا بنحب نخلي هنا ثلاث سياخ لان الكلام ده مفيد جدا في موضوع الارث كويك، ان احنا ما نخليش هنا سخين بس فنخليهم هنا ثلاثه، فدول ثلاثه زي ما هم ما عندناش مشكله. طب ثلاثه وثلاثه يبقوا سته، سته من 18 اتبقى 12، يبقى هنحط هنا كام واحد ونحط هنا كام واحد؟ يبقى نحط هنا ست سياخ ونحط هنا ست سياخ. ست سياخ يعني كم مسافة؟ ست سياخ لما يكون هنا في ست سياخ كمان يبقى كم مسافة؟ يبقى سبع مسافات. نيجي هنا كده نقول له ايه؟ تعالى دي خليها سبع. طبعا انا حتى لو اتلخبطت في العدد انا لو اتلخبطت في العدد ممكن اقول له هنا اوكي واعد بقى. شايفين ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، لا يبقى هي المفروض كانت معلش انا اسف، المفروض دي كانت 8 مش 7، المفروض دي 8 مش 7، 8 صح كده؟ ليه بقى؟ هنقول ليه؟ عد كده معايا تاني، عد معايا. عندك الأول 3 هم 3 هنا هم 3 اهو و3 هنا هم يبقوا 6، وعندك أدي سيخ 2 3 4 5 6، 6 سياخ يعني 8 مسافات. أدي مسافة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الستة السبعة، السبع مسافات، سبع مسافات صح. يبقى المفروض دي كانت سبع مسافات ما كانتش ست مسافات، ودي اللي احنا كنا دخلناه غلط قبل كده. فالخلاصة يعني يا باشمهندس ان انت في الاخر خالص بتيجي تعد عدد الصفوف بتاع الاسياخ بتاعتك، المفروض عندك ادي صف سيخ 2 3 4 5 6 7 8، دول كده ايه؟ 8 سيخ، 8 صفوف سيخ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 صفوف سيخ هم مظبوطين كده. وعد حتى عدد الاسياخ بتاعتك هتلاقيهم اللي هم الايه؟ ال 18 سيخ. حتى لو الواحد يعني مننا اتلخبط، وده وارد طبعا، وان انت اتلخبط في حاجه ولا مش مشكله خالص، انت ممكن ترجع تعد اللي انت عملته وتشوف خلاص. طيب نرجع بس تاني للريبر. احنا عندنا القطر بتاع الحديد كام؟ القطر بتاع الحديد 16. وهنا بيقول لك ان الكورنر بار، كورنر بار اللي هو الحديد الاركان، لان انتوا عارفين في الارث كويك يفضل ان حديد الاركان يكون زايد شويه، وده اللي احنا بنعمله في الشير وول، لكن احنا هنا ما بنعملوش في الكولم، فنخليه 16 زي ما هو. طيب بيقول لك الكونفاينمنت بار اللي هو حديد الكنات احنا هنخليه 8 مللي، وهنخليه ماشي 15، ونسيب الموضوع ده زي ما هو كده مش هيفرق معانا كتير يعني، بس نعدل بس التظبيطه دي. يعني هو بيقول لك عدد الكونفاينمنت بار يعني عدد الفروع كان يعني 3 و3 ماشي، 3 و3 هنخليهم زي ما هم وخلاص، احنا كده مش هتفرق معانا. واهم حاجه قبل ما تطلع، بدل ما هو يعمل لك ديزاين، احنا عاوزين نعمل لنا تشيك، لان احنا اصلا مدخلين له قطعه وتسليح، فعاوز اعمل تشيك عليه، مش عاوز هو يطلع لي ديزاين ولا يطلع لي تسليح ولا الكلام ده كله. هنقول له خلاص اوكي. خد بالك لما بتظبط اول شغل عندك، اول موديل بتاعك، الدنيا كلها بتبقى سهله بعد كده. ليه؟ لانك انت بتاخد كوبي بقى على طول، مش هنقول له اد نيو، هنقول له اد كوبي، ونقول له عندنا على سي المره دي 100 في 30 وكونكريت 300 زي ما هو، ما عندناش مشكله. موديفاير هتلاقيها متظبطه، الرينفورسمنت هنخش نلاقيه هنا نعكسه بدل 8 و3 نخليه 3 و8 كويس، كل حاجه هتلاقيها زي ما هي ما اتغيرتش. الحديد احنا عاوزينه اف يلد 50، اف يلد 50 هنا مش 60 خلاص. في حاجه ثانيه هنغيرها؟ لا كده خلاص اوكي اهو. عد بقى لو انت احنا نسينا نقلب العمود، خلي دي بوينت 3 وخلي دي بوينت 1 بقى. تمام
حلو كده، عد بقى كده، ادي فعلا 3 و3 6، وادي 1 2 3 4 5 6، 6 و6 12، 12 و6 18، يبقى هو فعلا العمود ده فيه 18 فوق 16، اللي هو الشغل بتاعنا المظبوط، مش مشكله خالص. نقول له هنا اوكي. بعد كده نيجي نقف على ده تاني ونقول له اد كوبي البروبرتي، وعندي عمود تاني اسمه سي 30، عندي عمود اسمه سي 30 في 130 ماشي، نقول له كونكريت 300 ماشي صح، و130، ونقول له هنا الموديفاير اللي هي متظبطه الحمد لله والريفورسمنت. نخش بقى ايه، خد بالك بقى من حاجه، خش على 30 في 130 ده، 30 في 130 ده كان فيه ايه؟ كان فيه 24 فاي 16، 24 من 18 يعني كام؟ 24 فاي 16 من 18 يعني 6 سياخ، 6 سياخ يعني 3 صفوف، 6 سياخ يعني 3 صفوف، انتوا عارفين اصلا احنا الصف يبقى فيه سيخين، فاقسم ال 6 على ال 2 يبقى فيها ال 3، يبقى نخلي ال 8 دي نزود عليها 3 صفوف كمان لانه بيشتغل بالصف، نخليها 11. طب تعالى نتاكد احنا فعلا عندنا صح ولا غلط ولا لا، وتعالى بس نظبط دي كده كمان. اوكي اوكي تمام 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 تشيك اوكي اهي. بص عد بقى، بص يا باشمهندس، ادي 3 و3 6 6، ودي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 2 في 9 ب 18، 18 و6 24 مظبوط صح؟ يبقى احنا كده عدينا مظبوط خلاص. اوكي كده خلاص تمام. هات كوبي تاني، هات كوبي اوف بروبرتي، ونقول له هنا المره دي بقى ده سي 130 في 30 اللي هو الضرب المختلف بتاع العمود، ونخلي دي 30 ونخلي دي 130، ونخش على الريفورسمنت نعكسها بس، نخلي ده ال 11 ونخلي ده ايه ال 3 عشان الضرب يبقى مختلف، ونخلي ده اف يلد 50 اللي احنا اصلا غيرنا القيمه بتاعته تمام. نقول له هنا اوكي، ما عندناش حاجه ثانيه كده نعملها. اوكي عرفنا الاعمده بتاعتنا بسرعه كده، واحنا بنعرف الاعمده خلاص نخش نعرف الكاميرات، نخلص نفسنا ونعرف الكاميرات، نيجي من ديفاين سيكشن بروبيرتيز وبعدين فريم سيكشن، ونقول له اد نيو بروبيرتي، ونقول له هنا ريكتانجولار، وعندنا كاميرا اولانيه اسمها بي 12 في 60 ماشي، والدبس بوينت 6، ودي بوينت 1 2، وكل اللي هنعمله في الموديفاير نفس الكلام في التورشنال كونستانت برضو، نخش على المومنت اوف انرشيا نخليها بوينت 3.5 على حسب الكود، واحنا شفنا الكلام ده مع بعض في الاوراق اللي معانا او في المذكرات اللي معانا. نقول له هنا اوكي خلاص. على الرينفورسمنت كل اللي هنعمله هنيجي نضغط كولم، هيقول لك هيفهم على طول ان دي كولم، الكفر بتاعنا من تحت 3 سنتي ومن هنا برضو 3 سنتي ماشي، والحديد بتاعنا اللي هو هيتحط فيها حديد برضو الاف يلد 50. اوكي على كده اللي احنا غيرنا قيمته، احنا كنا ممكن بقى نسميه على فكره عشان خاطر ما نلخبطش نفسنا، كل بس كل اللي بنعمله هنا بس كده، ما بنعملش اي حاجه ثانيه خلاص كده. نقول له هنا اوكي، وبعدين اوكي ظبطنا كل حاجه. هات كوبي بقى على طول، نقول له عندنا كاميرا كمان اسمها بي 30 في 90 واللي هي بتربط الشير وول، نقول له دي بوينت 9 ودي بوينت 3، طبعا يعني 30 في 90 30 في 80 يعني زي ما انت عاوز يعني، بس يفضل انها تكون قويه شويه عشان تربط الشير وول بتاعتك مع بعض. طبعا الحمد لله الموديفاير بتاعتك هتبقى مظبطه، حتى دي كمان هتبقى مظبطه اللي هي بتاعت البيم، فانت مش محتاج تظبط اي حاجه ثانيه. ما تنساش ان احنا شغالين في البيمز والسلاب على كونكريت 250. خلاص نقول له هنا اوكي. تعالى بالمره بما اننا في قائمه ديفاين، تعالى على ديفاين سيكشن بروبريتيز والسلاب سيكشن، نقول له اد نيو بروبرتي، ونقول له هنا ايه عندنا فلات 20 والكونكريت بتاعها 250 ما عندناش مشكله، وسمكها 20 سنتي، وتعالى على الموديفاير دي نخليها كام؟ هي بوينت 2.5، احنا عارفينها مع بعض، بوينت 2.5 بوينت 2.5 بوينت 2.5 اوكي وبعدين اوكي. هات كوبي بقى على طول، نقول له بقى عندنا اس 15 اللي هي ستون سلاب، ونقول له دي بوينت 1.5، والموديفاير هتبقى متظبطه ماشي. نقول له اوكي خلاص عرفنا السلاب بروبرتيز، خلاص ديفاين تاني، يبقى احنا ديفاين من قائمه ديفاين كده بص عليها، فريم سيكشن خلصناها، سلاب لسه عاملين عندنا ديك دي اللي هي بتاعت الستيل اللي هي الكومز سيكشن البلاطه اللي هي فوق الكاميرات الحديد، الوول سيكشن دي اللي هي بتاعت الحيطان، نقول له اد نيو بروبرتي، نقول له عندنا وول 30
ممكن انت يعني لو انت قلقان عرف قول 30 وكمان قول وخلي فيه قول كمان 35. ليه فيه قول 35؟ لان احيانا يفضل يعني يفضل ان انت الدور البدروم والارضي تخلي لو الارث كويك عندك كبيره او الديسبيسمنت عندك كبيره، ممكن البدروم والارضي تكتفي تخليهم كام؟ تخلي الحيطان بتاعتهم 35. بس مش مشكله، ادينا بنجرب اهو لغايه ما نشوف الكلام ده يطلع اصلا سيف ولا ام سيف. عندنا ام 1.1 وام 2.2 وبعدين ام 1.2 دي بوينت 7 وبوينت 7 وبوينت 7 زي ما الكود بيقول. اوكي خلاص ما عندناش هنا مشاكل الحمد لله في حاجه ثانيه كده. اوكي اوكي لو انت بص بص لو انت لو انت قلقان من انك انت تستخدم حاجه ثانيه في الرسم ممكن تيجي تعمل ايه؟ تعالى على ديفاين سيكشن بروبرتيز كده وول سيكشن، في وول اسمها وول واحد دلتها وخلاص وريح نفسك عشان ما تبقاش لما تيجي ترسم امر وول ولا حاجه تبقى متلخبط. بس ده مش صح بقى، يعني مش صح ان انت افرض انت عندك اكتر من وول هتعمل فيها ايه؟ فيفضل ان انت ترسم الحاجه برده مظبوطه من الاول وتكون مركز فيها وانت بتشتغل. عندنا حاجه ثانيه في قائمه ديفاين؟ لا كده خلاص المفروض احنا كده في قائمه ديفاين خلصنا فيها كل حاجه. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما عرفنا الحاجات اللي احنا هنرسم بيها على البلان بتاعنا، الموضوع بقى خلاص بقى في منتهى السهوله، شويه خطوات بتتطبق زي ما هي بدون اي اختلاف. بصوا بقى يا باشمهندسين، تعالى كده الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ايه؟ المفروض دي لير بتاعتنا اللي احنا اصلا عاملينها، ونشوف مع بعض هنعمل الخطوات ازاي، والخطوات دي يعني ايه نحاول نمشيها مع بعض سيستماتيك كده عشان ما تعملناش اي مشاكل. اول حاجه هنعملها خالص في البلان بتاعنا ده خالص ان احنا عندنا بلاطه وعندنا فتحات وعندنا بلاطات سوليد ستيت، فعشان الجهاز ما يعملش مشاكل خالص في التقسيم والكلام ده هنرسم البلاطه الاول. نيجي من هنا ونقول له اد اري اوبجكت. خد بالك هو ملون الاريات زي ما احنا متفقين عشان خاطر هو جايبها لنا بالايه؟ بالسكشن بروبرتيز. كليك يمين عليها كده واقول له ايه؟ كليك يمين عليها كده واقول له ان انا عندي هنا فلات اسمها فلات 20، بلاطه اسمها فلات، عندنا بلاطه اسمها فلات 20. تمام كده. بعد كده خلاص ادي البلاطه بتاعتنا اترسمت اهي خلاص على الحدود بتاعتنا المظبوطه. بعد كده انا محتاج اقسم اللي جواها للسوليد سلاب والفتحات. طيب انا دلوقتي البرنامج الكتابي الجديد عشان هو بيعمل حاجه اسمها اوتو مش، بيعمل حاجه اسمها اوتو مش على طول تلقائي اول ما بيعرف اي حاجه. لو انت ضغطت كده على علامه صح كده هتلاقي حاجه اسمها شو اوكي كده. طبعا هو بياخد وقت بس معلش فيها، بيعمل هنا كرييشن اهو. هو زي ما انتم شايفين كده بيعمل اوتو مش، عشان موضوع الاوتو مش ده ما يعملش معاك مشكله وانت بتشتغل. فهو ما بيقسمش الا عن طريق الحق ان على ان البلاطه تكون متحاطه بكاميرات. طب خلاص ما انا عندي لير اسمها بيم. خلاص كده تعالى كليك يمين ونقول له هنا اد ايه؟ اد بيم اوبجكت. كل اللي هيعمله زي ما انتم شايفين كده بيغير الالوان بتاعتهم عشان هو بيرسمهم، ورسمهم بالفعل، هو رسم الكاميرات بتاعتنا صح كده مظبوطه. بس خد بالك كده لو انت عملت كليك يمين عليها هتلاقي الكاميرا اسمها ايه؟ الكاميرا اسمها نان، كاميرا اسمها نان. بس مش مشكله، مش هتفرق معانا نوع الكاميرا بتاعنا في حاجه. طيب دلوقتي انا عاوز اقطع البلاطات اللي جوه دي عشان اقدر اغير البروبرتيز بتاعتها. فانا دلوقتي اماكن الشير وول دي مبدئيا بس كحاجه وهميه هقول له ان هي كاميرات. هاجي من علامه الصح دي كده، هاجي من علامه الصح دي كده يا باشمهندسين واقول له ايه؟ واقول له تعالى من على اي سيكشن كده من الحاجات اللي انا معرفها مثلا، وليكن مثلا البيم دي، واجي اقول له كليك يمين كده واقول له ايه؟ واقول له اد ايتاب بيم. طب رسمها ورسمها تخينه، انتوا عارفين رسمها تخينه ليه؟ لان احنا عاملين هنا اكسترودد فريم، لو انا شلت الاكسترودد ده مش هتبان. لكن انا بفضل على اكسترود ان انا اعمل اكسترودد ليه؟ عشان يدن الكاميرات باينه وانا شغال. طبعا احنا كنا معرفينها ما خدناش بالنا ان لونها رصاصي، لو انت عاوز تغير لونها طبعا الموضوع افيلابل يعني. وتيجي هنا كليك يمين يا باشمهندسين، ركزوا بس معايا، اد ايتاب بيم. بعمل بس اماكن غير الاماكن السمراء دي. لو البيم نقم دي مضايقاك ممكن تيجي من هنا من سيلكت وبعدين بروبرتيز وبعدين فريم سيكشن واختار النقم دي، سيلكت اهو هيختار اهو. وتعالى هنا من على قائمه اساين، شغل الساب بقى عايز اساين فريم سيكشن بروبرتيز، وخليها اي حاجه مثلا وليكن البيم اللي انت حتى بترسم بيه عشان كله يبقى زي بعض. خلاص كده بص على علامه الانديفورمد شيب دي، وخش افتح هنا تاني عشان تعلم على الاكسترودد فريم عشان تلاقي ان الكاميرا بتاعتك مرسومه وانت شايفها كويس، مفيش مشكله كده احسن.
تعالى من على علامة الدرو تاني، واختار الكاميرا بتاعتك اللي هي بيم 30 في 90، وكليك يمين بس، كليك يمين بس، واد ايتاب بيم. وهنا برضو كليك يمين واد ايتاب بيم، كليك يمين اد ايتاب بيم. اول ما الخط بس ينور كليك يمين اد ايتاب بيم، هنا برضو كليك يمين اد ايتاب بيم. خلاص كده المفروض ان انا حوطت الجزء اللي انا عاوز ارسمه بتاعي الكاميرا. خلاص هو ده الجزء اللي انا عاوز ارسمه. كليك علم على الرسمه بتاعتك كده كلها كلها. خلاص علمت على الرسمه بتاعتك كده مظبوطه كلها، وتعالى على ايديت، وبعدين ايديت شيل، وبعدين ديفايد شيلز، واختار اول اختيار ده اللي هو الكوكيز كات فلور اد سيلكتد فريم اوبجكت. وهو ده اللي بيعمله في حاله الاوتوميشن. تمام كده. لو انتوا لاحظتوا هتلاقيه هو راح جاي مقطع لك البلاطه بتاعتك. طبعا مقطعها لك على حسب ما انت عاوز بقى. ساعتها انت الكاميرات اللي انت رسمتها دي ما انتش محتاجها، ممكن تجيب بقى بسرعه كده من سيلكت سيلكت بروبريتيز، وبعدين فريم سيكشن، وقول له الكاميرا اسمها كان اسمها بيم 30 في 90، سيلكت اهو بص قطعها لنا كلها، وبعدين ايه اساين، اسف اساين ايه، وبعدين ديليت من الكيبورد. لو ديليت في الكيبورد ما اشتغلش معاك، تعالى من على ايديت واعمل ديليت من هنا، او علامه الاكس دي اللي هي اللي انا مكتوب عليها ديليت دي. خلاص هو مسحها لنا اهو الحمد لله. تعالوا بقى نرسم الايه، تعالوا نرسم ال... تعالوا نقسم الحاجات بتاعتنا اللي هي فيها السوليد والكلام ده كله. البلاطه السوليد بتاعتنا اهي، البلاطات دي كلها كانت سوليد، ودي كانت سوليد، ودي برده كمان كانت سوليد. حاجه ثانيه سوليد، خد بالك وبيعلمها لك برده هنا في السي دي، لو اللون مضايقك شويه خش غير اللون، خليه لون احسن من كده، من على ديفاين سيكشن بروبريتيز وسلاب سيكشن، وبعدين اف 20 موديفاي، بلاش اللون ده، خلي اللون لونها مثلا يعني اي لون انت يريحك يعني في الشغل. اوكي اهو، هو بالتالي ده اريح كده كتير يعني كويس. بس عشان احنا شغالين على الشاشه بيضاء يعني. خلاص علمنا على البلاطات اهو بتاعتنا، اقول له من على الساين، الساين اهي الساين شيل سلاب سيكشن، واقول له خليها لي كام بلاطه اس 15، قول اس 15 انا مغير لون. طيب ودي دي فتحه عادي ممكن تعملها بامر الفتحات، او تيجي نتعلم عليهم كده وتقول له ديليت. ودي برده كانت عندنا، كانت الجزء ده برده، الجزء ده كان اللي هو الجزء بتاع الكور ده كان فتحات. ممكن بالمناسبه ممكن ما تعملش الموضوع ده خالص، وتيجي عادي خالص كده. احنا خلاص كده بعد ما رسمنا البلاطه ال 20 رسمنا البلاطه ال 15. خد بالك احنا اول حاجه بنعملها هي البلاطات، عشان بس الدنيا ما تتلخبطش في اي مشكله، ويحصل اي مشكله في الاول حاجه البلاطه. رسمنا كاميرات مهمه عشان نقسم البلاطه، ومسحناها تاني كاننا كده ما بنعملش حاجه الا البلاطات بس. تعالى كده من علامه الدرو ريكتانجولار دي، وتعالى من هنا اختارها، ركز بس هنا في الاختيار واختار اوبن، وتعالى من اول هنا لغايه هنا كده. احنا زودنا العلامه، زودنا العلامه، نعمل اندو ونقرب احسن عشان نبقى شايفينها كويس. طبعا خد بالك علام السناب مش شغال، شغال علامه الموجب دي. لو علامه الموجب دي مش مريحاك اضغط ضغطه، شايفين ضغطه هنا؟ طبعا انتوا عارفين دي ساعات بتظهر هنا كده، انا بزقها بالراحه واطلعها لغايه هنا. لقيتها اختفت معايا، او لا قدر الله حصل فيها اي حاجه، تعالى من على اوبشن هنا، شايفين الاوبشن دي، وقول له ايه، قول له ريست تول بار، هيرجعها لك في مكان هنا تاني، طلعها بقى هنا زي ما انت عاوز. وضغط هنا، شايفين اول ما انا اضغط بس ضغط هنا، ضغط هنا، ضغط كمان. المفروض نرسم اصلا امر، نرسم الامر بتاعه اهو يعني. شايفين دي علامه الايه، علامه الاعمال، علامه السناب اللي موجوده اللي شبه الاوتوكاد. اضغط يا عم ضغطه من هنا كده لغايه هنا، بس مظبوطه هيك بقت رسمت مظبوطه، ما عندناش مشكله. تعالى برضه يا باشمهندس من هنا كده علامه الايه، علامه الاوبننج اللي هنا، ماشي بس كده. فيها مشكله دي؟ ما فيهاش مشكله خالص، برضه احنا عندنا هنا فتحه هنا، تعالى كده من هنا كده واعمل لي فيها اوبن، ماشي خلاص 100 100 كويس جدا كده. بسرعه كده تاني، احنا عملنا ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ احنا رسمنا البلاطه، ورسمنا حوالين المكان بتاع الكاميرات، المكان اللي احنا عاوزين نحط حواليه كاميرات، رسمنا رسمنا كاميرات وهميه، وبعدين مسحناها تاني كده. خلاص احنا يعني كاننا اصلا ما رسمناش كاميرات من البدايه ولا حاجه. بعد كده خصصنا الحاجات اللي احنا عاوزين نخصص لها تعريف وعملناها، خلصنا الموضوع على كده خلاص ما فيش مشكله. بعد كده هتعمل ايه؟ تيجي بقى خلاص تكمل بقيه العناصر الانشائيه بتاعتك. عندك كولم، شايفين كولم، انا معرف الكولم اصلا، كليك يمين واد كولم اوبشن، زي ما انت شايف كده هتلاقيه كله بيتغير. وطبعا احنا مغيرين الوانهم، فالوانهم اللي هو الاخضر ده اللي هو 30 في متر، والاصفر ده اللي هو 30 في 130 لو انتوا فاكرين يعني.
رسمت الكولم فيها مشكله؟ لا الحمد لله ما فيهاش مشكله. تعال على البيم بقى بتاعتك اصلا الاصليه بتاعتك واد بيم اوبجكت. واخدين بالك هو بيعمل ايه؟ رسم البيم بس رسمها بايه؟ بنان زي ما احنا عارفين. ولا رسمها بالسكشن بتاعنا اللي احنا عاوزينه؟ تعالوا نتاكد. لا ده هو لما رسم الكاميرات تاني رسمها لنا بالسكشن اللي هو الكبير، مفيش مشكله خالص. تعالى من على سيلكت، سيلكت بروبريتيز، وبعدين فريم سكشن. طبعا انا عرفت ازاي بالمناسبه ان هي السكشن كده، كليك يمين حتى لو انت ما عملتش اكسترود، كليك يمين لقيتها كلها 30 في 90. ممكن انت بقى تيجي تعمل حاجه، يعني ممكن انت تيجي كده تعلم عليها وتقول له من هنا خليها لي، لا خليها لي 12 في 60. اوكي هيقوم جاي مغيرها لك على طول، مغيرها لك حتى غير لك لونها. بس الاسهل من ده كده، لان احنا عندنا ال 12 اكتر من ال 90، فالاسهل ان احنا نيجي نعمل سيلكت، سيلكت وبعدين بروبرتيز فريم سيكشن، ونقول له لا علم لنا على 30 في 90، وخليها لنا كلها 12 في 60، والباقي بسيط سهل ممكن نعدله بعد كده. وبعدين الساين، الساين بقى الساين، الساين فريم، فريم سيكشن بروبرتيز، وبعدين خليها كام؟ 12 في 60 كده. عدل هو كل الكاميرات بتاعتنا، خلاها 12 في 60. ماشي. طب انا عندي كام كاميرا 30 في 90 محتاجهم؟ طيب تعالى كده من هنا، تعالى بس من علامه ان ديفورم دي، وهات الاكسترود الثاني عشان نبقى شايفين الحاجه. ماشي. وتعالى على الكاميرا دي والكاميرا دي، احنا بنعلم عليهم تعليم عادي اهو. الكاميرا دي والكاميرا دي، وبرده كان معانا الكاميرا دي والجزء ده كده. في حاجة تانية كان 30 في 90؟ لا هما دول بس بيتهيألي. اه هما دول بس. طيب هما دول بس تمام كده. نقول له هنا اساين لان هما دول عددهم قليل، فنغير للكبير احسن ونسهل على نفسنا. بيم 30 في 90. خلص الموضوع على كده. عندي فورم من هنا عشان بس الكتابات تختفي، ولو انت عاوز الاكسترود فريم خش جيبها تاني عشان تبقى انت شايف برضه الحاجة قدامك. خلاص العمودة اترسمت والكمارة اترسمت. الحيطان، الحيطان انا معرفها اصلا، معرف حيطان عندي وول 30. وخد بالك انت لو عندك اكتر من وول تقدر تعرف زي ما انت عاوز، ورسم الحيطان في منتهى السهوله. هتيجي من على علامه عندك درو وول دي، تيجي من هنا وتختار الوول بتاعتك اللي هي ايه؟ وول 30. وتيجي كده يا باشمهندس وتيجي ترسم من اول هنا لغايه هنا، ده اوبشن. وينفع تغير في الاطوال؟ ينفع طبعا. وينفع تستخدم البروبرتيز بتاعتك؟ ينفع طبعا. وفي اوبشن اسهل من ده كله. ايه الاوبشن الاسهل من ده كله؟ اقفل دي كده وتعالى على ايه؟ على كويك درو. شايفين كويك درو دي؟ وقف ده، وقف بس. بمجرد ما بتقف وتضغط ضغطه بالماوس، مجرد بس ما تقف وتضغط ضغطه بالماوس، احنا عاوزين كويك درو. المفروض تكون ارش لير. اه بص يا باشمهندسين، هو ليه ما رسمش اول مره؟ لان احنا من غير ما ناخد بالنا غيرنا الدرو اوبجكت دي، خليناها جريدات، فهو بيرسم بس على الجريدات، فالمفروض دي تكون ارش لير. دي لو ما كانتش ارش لير مش هيرضى يعمل الامر بتاع كويك. كويس ان هو عمل كده. خدوا بالكم من حاجه، ارجع تاني كنترول زد كده، احنا كاننا ما رسمناش لسه حاجه اهو. وهنعمل ايه؟ ونيجي نضغط على علامه الكويك درو. وبعدين خد بالك دي لازم تكون درو اوبجكت دي يوزنج، شايفين درو اوبجكت يوزنج ايه؟ لاير. اللاير اللي انت راسمها، لاير مش احنا عاملين دي لاير؟ لاير بتاعت حيطان. اه اهي ضغطه كده، واخدين بالكم هنا بتترسم اهي ضغطه هنا، بس مجرد ضغطه واحده، بس ضغطه واحده بالماوس على الخط بيرسم لك الحيطان بتاعتك بالابعاد بتاعتك اللي انت عاوزها. ضغطه هنا، ضغطه هنا، وضغطه هنا، وعندنا هنا برضو الحيطه الكبيره دي ضغطه هنا، الحيطه دي ضغطه هنا، والشير وول ضغطه هنا. لو لا قدر الله في حاجه اعمل اندو او كنترول زد يعني. وضغطه هنا بس كده، وضغطه هنا، وضغطه هنا كمان. خلاص كده في حاجه اترسمت، في حاجه هنا ما اترسمتش؟ لا كل حاجه اترسمت وكل حاجه مرسومه 100 100 ومظبوطه كمان، مفيش ولا حيطه ناقصه. يبقى على امر الكويك درو ده امر برضه من الحاجات الاوامر اللذيذه اللي بتسهل عليك الشغل. طيب والامر الثاني، طيب احنا كنا بنرسم بيه ليه؟ بنرسم بيه عشان خاطر انا كنا عاوزين نتعلم مع بعض. لو انا عاوز اغير ابعاد حيطه، يعني شايفين دي احنا اصلا مصدرينها من هنا لغايه هنا كده متر ونص. طيب افرض انا كنت عاوز ارسم حيطه ثانيه، اقف من هنا كده وارسم بقى باوامر الرسم بتاعتي. شوف انت عاوزها ستريت لاين، عاوزها مثلا بطول معين بفيكسد لينز،
دخل بس الفيكسد لينس. هو الفيكسد لينس هو مدخله 2 متر، لو انت عاوزه مثلا 3 متر دخله هنا 3 متر، شايفين 3 متر هو عملها لك الحيطه 3 متر اهو، مجرد بس ما تضغط ضغطه واحده هتلاقي رسم لك حيطه 3 متر. طبعا احنا مش عاوزين حيطه 3 متر هنا ولا حاجه، بس الفكره كلها بس ان اوامر الرسم على الايتام سهله خالص، حتى لو انت نسيت لير او نسيت عمود او نسيت حاجه ممكن عادي خالص. لو انا عندي كولم اهو من درو كولم هنا شايفين، وتعالى لا مش ستيل كولم، انا مثلا عندي عمود 30 في 130 هنا نسيته مثلا، وليكن هنا نسيته اهو، مجرد بس ما اتقرب وانا عاوز احطه فين مثلا، احطه هنا اه احطه هنا كده مثلا اهو، عمود نزل عادي خالص ما عملش اي مشكله خالص. فالموضوع الرسم بتاع الرسم على الايتام، ما انساش ان انا مستفيد، ان انا مستفيد جدا من موضوع اللير اللي انا مصدرها، اه مستفيد، لكن في نفس الوقت انا لو نسيت عمود او نسيت حيط او عاوز اغير حاجه الموضوع يعني سهل خالص، ان انا ممكن اغير الموضوع ده كله من غير اي مشاكل خالص في البرنامج. في حيطه نسيناها اللي هي الحيطه الكبيره دي، تعالى من على كويك درو اهو، وطبعا ما انساش ان دي وول 30 ما انساش، وضغطه واحده بس كده هلاقي الحته بتاعتي اترسمت كلها، وحتى مرسومه هنا في السي ومرسومين 100 100 كده من غير اي حاجه كمان. لو انتوا واخدين بالكم الالوان في ال 3 دي مختلفه على الالوان في ال 2 دي، ليه؟ عشان هنا ما عملناش هنا اوبجكت، تعالى كده من هنا كده خليها ايه؟ خليها سيكشن بروبرتيز مش اوبجكت، هتلاقيها لونها لك كمان نفس الالوان اللي هنا، خلاص ماشي كويس يعني. دي من الحاجات برضو اللي الواحد ايه؟ الواحد ما يتخضش بس لما يلاقي حاجه هنا متغيره عنها، بس كده خلاص المفروض كده البلان بتاعك اترسم خلاص، ما عندكش كده اي مشاكل الحمد لله في اي حاجه خالص. قبل ما تعرف الاحمال بتاعتك او قبل ما تعمل ريبليكيت او قبل ما تعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها، يفضل طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا نعلم على الرسمه كلها، او من غير حتى ما اتعلم على الرسمه كلها، من غير ما اتعلم على الرسمه كلها من اناليسيز، تعالى من على اناليسيز وبعدين تشيك موديل وبعدين علم لنا على كل دول عشان نشوف لو لا قدر الله في مشكله نقدر نتعامل معاها. وخد بالك لو انت الملف الساب بتاعك، ملف الاوتوكاد قصدي بتاعك كويس ومتظبط، بيريحك كتير جدا جدا في الشغل. لو في مشاكل هيتعبك، لو في مشاكل، لو بص بقى هو الحمد لله هنا طلع ان مفيش ورننج، ومطلع مفيش ورننج عشان خد بالك ترتيب الخطوات. هو لو لا قدر الله طلع ورننج زي ما كان طلع معانا قبل كده، لو تو مسج يعني رسالتين او رساله او حاجه بسيطه ممكن تبتدي تفكر فيهم زي ما احنا قلنا قبل كده. هو بيجي يقول لك مثلا البلاطه اللي اسمها اف 12 مع اف مش عارف كذا فيها مشكله، اجي من هنا كده واقول له هنا تعالى من على الاوبجكت اسايل وتعالى على الشيل واقول له هات الليبل بتاعهم، هيقول لك والله دي اسمها اف كذا ودي اسمها اف كذا ودي اسمها اف، والله ده الاف الفلانيه دي مثلا عامله مشكله مع الاف الفلانيه. خلاص اقعد كده وشوف كده المشكله فين وحاول تحلها. حاول تحلها ازاي؟ عادي ممكن تقوم جاي مدلت يعني تيجي من على ايديت كده وقول له هنا ديليت مثلا لدي، وبعدين تعال نفكر ازاي هنتعامل معاها وهكذا. ترسمها من تاني، ابدا ارسمها تاني بامر الاوبجكت عادي خالص من غير اي مشاكل. فموضوع الرسم يعني موضوع التعديل لو بسيط هتعرف تجيبه ان شاء الله. حتى الحيطان لو قال لك ان في مشكله في الحيطه الفلانيه هتلاقيه هيقول لك دي اسمها وول كذا ودي اسمها وول كذا، يعني الموضوع يعني برده ان شاء الله سهل يعني مش صعب ولا حاجه. بس يفضل طبعا انك انت الموديل بتاعك ان انت ما تعديش فيه اي مشاكل ولا تعدي فيه اي حاجه من البدايه. فالحمد لله زي ما انتم شايفين كده الموديل ما طلعش اي ورننج او اي مشاكل خالص يعني، والتركيز صراحه في الرسم بيريح كتير يعني في الشغل بعد كده. وطبعا يعني لو البلاطه كلها سوليد او البلاطه كلها فلات مش هتلاقي اي، غالبا مش هتلاقي اي ورننج على فكره. يعني لو البلاطه كلها سوليد او البلاطه كلها فلات مش هتلاقي ورننج، ليه؟ لان هو هيتعامل مع المشات كلها زي بعضها، فالدنيا هتكون يعني الدنيا هتكون ان شاء الله احسن كتير يعني. قبل ما نعمل ال 3 دي موديلنج، يفضل ان انت تيجي على الحيطان. احنا ما عندناش محتاجين موضوع الليبل ده، ما عندناش محتاجينه خلاص نطفيه، بس عشان الرسمه تبقى واضحه احسن من كده. زي ما انتم عارفين ان عشان الايتاب، عشان برنامج الايتاب يحس ان الشير وول ده عباره عن الاجزاء بتاعته، شايفين هو عباره عن كام جزء، تعالى كده من شرينك كده عشان يبان اكتر، شايفين ادي جزء 2 3 4، عشان يحس الكلام ده مع بعضه لازم تعمل حاجه اسمها البير ليبل. يعني لازم 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 تعرف الحاجات دي، تعرف الشير وول على انها بير عشان هو يقدر يعمل لها ديزاين. غير كده ان هو عشان يطلع لك التسليح لحيطه قرصانيه لازم تعمل لها بير ليبل. هو مش هيقدر يطلع لك يقدر يعمل لك عليها تشيك ولا يقدر يعمل لك عليها حاجه الا اذا اتعرفت التعريف ده. فنيجي كده المفروض نعلم على كل الحيطان، عشان نعلم على كل الحيطان والدنيا تبقى سهله معانا، تعالوا من على سيت ديسبلاي اوبشن دي ونلغي الكولم ونلغي البيمز ونلغي الفلور ونقول له اوكي، الدنيا هتبقى فاضيه معانا على ايه؟ على الحيطان بس. وده الاسهل معاك صراحه يعني، انت عارف ده ممكن هنا كمان حتى لو انت خلصت على فكره
شغل الاركتكتشر لاير دي ممكن من اوبشن هنا، وبعدين اركتكتشر بلان اوبشن، وقول له هنا ايه دي سيلكت اول، خلاص اوكي. محدش هيظهر لك بقى الاركتكتشر والخطوط بتاعت اللي هي اللي ممكن تزعجك ولا حاجه، ولا تضايقك من البلان. البلان بتاعك خلاص كده معناش اصلا احنا محتاجين الشاشه دي كلها على بعضها، معناش محتاجينها في حاجه. ولو احتاجناها زي ما انتم عارفين نقدر نجيبها من اوبشن وموديل اكسبلورر تظهر هنا عادي خالص، احنا دلوقتي مش محتاجينها في حاجه خلاص، خلينا هنا. هنعلم على اول حيطه ونقول له هنا اساين اساين شيل، وبعدين هنا بير ليبل اساين شيل بير ليبل. هلاقي هو معرف بير واحده بس، طبعا انا عندي كذا بير، فهقول له هنا موديفاي واقول له لا دي بير اتنين، واقول له اد نيو، وعندي بير تلاته واقول له اد نيو، وعندي بير اربعه واقول له اد نيو، عندي بير خمسه واقول له اد نيو، وعندي بير سته واقول له اد نيو. لغايه تسعه بقى لغايه ما نشوف هنحتاج تاني ولا لا. عندي كمان حاجه اسمها الكور ونقول له اد نيو. خلاص كده عرفنا البير، نبدا كده الاول، نبدا الاول بالتنظيم احسن عشان يريحنا. طبعا انتوا يعني شوفوا بقى ميزه انك انت مش معلم على حاجه تانيه في السقف، يعني انت مش مخترع، بيسهل عليك خالص الشغل. يعني بدل ما البلاطه تكون مفتوحه والكاميرا تكون مفتوحه وتختار حته من البلاطه كمان مع البير ويعمل مشكله، لا ادي انا مختار بس اللي انا عاوزه وخلاص. اجي من هنا من على الصين تاني بقى شيل، وهنا بير ليبل اللي اسمها بير 2. خلاص على فكره ممكن تيجي من هنا كده وتيجي تختار من هنا اساين شيل، وتيجي من هنا كده تختار قائمه ايديت، وبدل ما انت بدل ما بتخش من على الاساين، هي دي علامه البير ليبل اهي شايفين. هضغط هنا ضغطه من هنا كده واقول له على البير ليبل واقول له دي اسمها بير 3 اوكي، وهنا كده دي اسمها بير 4 دي كده اسمها بير 5 على دي كده اسمها بير 6 على دي كده اسمها بير 7 دي كده اسمها بير 8 تعالى على الكور الكبير ده كله على بعضه كده وسموه لنا ماشي. سماه الكره هو، لو انتوا خدتوا بالكم عمل بقى ربط الاجزاء بتاعته هي كلها مع بعضها. تعالى على دي كده واقول له اساين، ما تخافش انت لو اخترت حتى نقط ولا حاجه ما تقلقش، هو كده كده بص شوف ال 3 دي كده مش مختار على الشير رول بتاعتك بس، مش مختار اي اريا معاك تاني، هو الخطر بس انك تختار اريا تانية نربطها مع بعضين. خدوا بالكم احد المشاكل اللي ممكن تقابلها ايه هي بالمناسبه، يعني ان انت تعرف اتنين بير ليبل بنفس الاسم، للاسف بيقوم جاي جامع احمالهم على بعض ومديها لواحده منهم فتطلعها لك انسيف. كان حصل قبل كده في موديل ايتاب لما قعدنا نراجع فيه لقينا ان اللي كان عامل الموديل معرف بالغلط حطين على انهم بنفس الاسم، يعني دي اسمها بير واحد ومعرف دي كمان اسمها بير واحد، فكان بيجمع الاحمال على بعضها. فناخد بالنا برضه من الحاجات دي، احنا لما نيجي نعرف الحاجه تكون انا واقف هنا عند 8 اي دي تبقى 9. لو انا علمتها 8 هي كمان هيرضى يعلمها عادي خالص، مش هيقول لك لا يعني، بس في نفس الوقت هتبقى عندك هنا مشكله في الشغل في الاناليسيس والكلام ده. احنا من على موديفاي انا خلصتهم، تعالى هنا خليها دي كمان دي 10 دي 10 اد نيو، وبعدين عندنا كمان دي 11 اد نيو، ودي 12 اد نيو، و13 اد نيو، و14 اد نيو، 15 اد نيو. اوكي هي دي كان اسمها ايه؟ اوكي دي كان احنا وقفنا عند 9 دي تبقى 10 اوكي. تعالى على دي كده وخليها 11 بس كده خلاص تمام. خلاص كده عرفنا كل البير ليبل بتاعتنا والدنيا 100 100. الحاجات دي كلها بتسهل علينا ان الشغل على 3 دي مش صعب، طبعا سهل، لان لكن المشكله كلها انه بيتقل الجهاز شويه، يعني هو الشغل على بعد كده بيتقل الجهاز شويه. اضغط على سيت ديسبلاي اوبشن دي تاني واقول له على الكولم والبيم والفلور، كل دول عاوزينهم تاني، ما احناش خلاص ما احناش خايفين بقى ان في حاجه تتلخبط عندنا من حاجه. وبعدين بقى قبل ما نعمل 3 دي موديل وندخل الاحمال بتاعتنا، عاوزين نفكر بعد بحاجه مهمه قلناها مع بعض. بصوا لي بصوا كده، نبص كده مع بعض بصه كده من على البلان ده كده، بص على البلان ده بعد اذنكم. بس كده شايفين البالين كده، لو انا قسمته من النص هنا قلنا احنا هنا ان احنا عندنا ايه؟ قلنا قبل كده احنا عندنا هنا وول، وعندنا هنا وول،
وعندنا هنا وول، وعندنا يعتبر دي كده في النص ويعتبر دي كده في النص، يعني يماشي دي كأنها في النص. النص اللي هو النص اللي هو التاني ده كله، لو انتوا لاحظتوا النص التاني ده كله، ده كل ده تقريبا ما فيهوش حيطان. النص ده اللي احنا هنلونه مثلا باللون ده كده، النص ده كده اقوى من النص ده كده في مقاومة الرياح والزلازل. فانا لما يكون عندي فورس جاي كده على المبنى كده، المشكلة ان المبنى بتاعي نتيجة ان الحتة دي قوية، لما يجي يحصل له روتيشن، انا لما يجي يحصل له ديسبيسمنت، انا بمصلحتي ان الازاحة تكون ازاحة منتظمة بالشكل ده كده، ان المنشأ يتحرك من هنا كده بالشكل ده كده، فتبقى هي دي الدلتا بتاعتي العادية خالص، اللي هي قيمة الدلتا العادية بتاعتي ماشي. لكن انا عندي مشكلة كبيرة جدا لو كان ده المنشأ بتاعي، لو كان ده المنشأ بتاعي وراح جاي ايه متحرك بس لافف بالشكل ده كده، فلو لف كده جنب انه هيحصل له دلتا، هو كده كده هيحصل له دلتا، ما عندناش مشكله هيحصل له دلتا هنا خلاص، لكن كمان هيحصل له تورشنال مومنت نتيجه وجود الاكسنتريسيتي. فانا الحاجات دي يفضل يعني ان انا اخد بالي فيها من اولها. انت ممكن على فكره ممكن عادي خالص لو انت طلعت الاعمده بتاعتك من على السايد وبدات تشتغل وتشوف وتعمل تشيك على الاكسنتريسيتي، بس طبعا يعني من المنطق ان هيحصل اكسنتريسيتي كبيره، لان انا اكتر اتجاه انا خايف عليه في المبنى ده كله هو الاتجاه الضعيف. انتوا عارفين المبنى بتاعي دايما، المبنى بتاعي لما بيكون مستطيل كده بيبقى فيه اتجاه ضعيف اللي هو الاتجاه الصغير ده كده، ده ضعيف، وده الاتجاه الطويل تقريبا ضعفه، يعني انتوا عارفين ده كان حوالي 26 ونص وده كان حوالي 14 ونص، ف يعني تقريبا ده شبه ان هو ضعف ده، فده اتجاه ضعيف. لما المنشأ بتاعي يكون بالشكل ده كده ويجي عليه اي فورس، الاتجاه ده كده اتجاه ضعيف، لكن الاتجاه ده كده اتجاه قوي، مابقاش خايف منه قوي يعني. فغالبا دايما حتى المشاكل في الازاحه والكلام ده كله لما بنيجي نعمل عليها تشيك بتبقى مشكلتنا في كلها فين؟ مشكلتنا كلها في الاتجاه الضعيف. فانا يفضل بقى ان انا اخد بالي من الاتجاه الضعيف ده من البدايه كده، ما ادانيش لغايه ما يحصل مشكله. فابص على المعماري كده زي ما احنا شفنا قبل كده، ابص على المعماري كده الاقي في امكانيه ان انا عندي هنا عمود 2 3، في امكانيه ان انا احولهم كلهم لشير وول في بالشكل ده. خلاص تعالوا نتعلم برضو ازاي لو انا عندي حاجه في الكتاب محتاج اعدلها مع بعض ازاي. يبقى انا العمود ده محتاج اشيله، والعمود ده محتاج اشيله، والعمود ده محتاج اشيله عشان اقلبهم كلهم شير وول. طيب اقلبهم شير وول ازاي؟ الموضوع سهل خالص، تعالى خالص نستفيد بقى عادي بقى نشتغل على الكتاب كاننا بنشتغل من البدايه بقى، مش مصدرين ولا حاجه، احنا كده كده ما كناش مصدرينها اصلا. وتعالى على الدرو، مش درو كويك بقى، ما عنديش كويك اصلا، ما عنديش خط ارسم عليه. وتعالى من هنا نضغط ضغطه هنا كده، ضغطه هنا، خد بالك من حاجه، فتح لك قايمه اللي شبه بتاعت الساب، كان الاول بيفتحها لك مع المودل اكسبلورر، دلوقتي ما فتحهاش لان انت طفيت المودل اكسبلورر منه، ففتحها لك عادي خالص. انت عاوز وول اسمها ايه؟ وول 30. طيب عاوز يرسمها لك بخواص معينه؟ عاوزها يرسمها لي بفيكسد لينز، طولها وليكن مثلا هخليهم كلهم طولهم متر و70. خلاص انا حددت الطول بتاعي خلاص 100 100 كده. تعالى من هنا كده يا باشمهندس، و تعالى من هنا كده. طبعا خد بالك لو السناب بتاعك ما اشتغلش، لو السناب بتاعك ما اشتغلش زي ما انتوا عارفين ضغطه هنا عشان ايه نرجع تاني ايه نرجع السناب بتاعنا لو ما رضيش يشتغل. تعالى نقف منين، عاوزين نقف من حته معينه على كده، نطفي الشاشه دي بس حتى عشان الدنيا تبقى سهله بالنسبه لنا. انا على علامه السناب دي نشغلها اهو. هو ساعات السناب بس يعني ساعات السناب بس يعني بيحصل فيه مشكله، فلو حصل فيه مشكله انت بس ضغطه كده بس بالسكرول، ضغطه بس بالسكرول كده على الشاشه هيشتغل على طول، احنا مش عاوزينها. تعالى من هنا كده، خد بالك انت ممكن تيجي من هنا وترسم الطول اللي انت عاوزه، ده مش كده وبس. شايف هو بيغير لك كل قد ايه 247 245. احنا ممكن نخش من درو سناب اوبشن دي ونخلي التغيير في المليمتر كل 100 مللي، يعني كل 10 سنتي بس، ونخلي دي 100 هي كمان 100 هي كمان، نقول له هنا ايه ابلاي اوكي. شايفين كده هو ما عادش هيزود بقى كل 10 كل 5 مللي والكلام ده، بيزود بس 110 120 مللي. فده طبعا بيسهل عليا، خد بالك الزاويه بيكتبها لك هنا، انا عاوزها 170 وعاوز الزاويه بتاعت 90. شوفوا اول ما الخط ده بيظهر كده يعني هو رسم لك يعني الحيطه بتاعتك حيطه مظبوطه. لو انت بصيت على السيلي دي هتلاقيه بيرسمها لك اسكيب طبعا او كليك يمين، وتيجي من هنا كده اول ما يظهر ده كده، تعالى كده من هنا كده، وشايفين شايفين اهو
كنا ممكن طبعا نعمل فيكسد لينس اللي احنا شفناها مع بعض قبل كده، او نعمل دي يعني اللي يريحك. يعني هو الطرق على ال احنا اصلا دي احنا رسمناها غلط. الحيطه دي مش الحيطه دي مش الحيطه دي اصلا مش في مكانها ولا يهمها خالص. احنا المفروض ما نرسمش هنا حيطه، نقول له بس اندو احنا عندنا هنا حيطه. طبعا انا ما ارسمهاش بقى، ما ارسمهاش هنا في المنور، لا اجي كده جنب الفتحه بس هنا، اجي جنب الفتحه كده. طبعا خد بالك هو لاقط فين؟ لاقط عند السناب. لا انا عاوز يقول يلقط كمان عند الايه؟ عند النيرست، عند النيرست. عشان يلقط عند النيرست دي نطلع كده دي شويه ان اند وميد بوينت، اند وميد بوينت، اند وميد بوينت اهو. شايفين اول مره ضغطت على العلامه دي اللي هو سناب لاين اند ايدج، يضغط لك على اي مكان في الحرف زي يعني نفس السناب بتاعت الاوتوكاد. شايفين اهو، تعالى بقى من هنا كده وارسم لي يا عم الحيطه بتاعتي اللي هي كام، اللي هي برده متر و70، متر و70، متر و50 اللي انت عاوزه. وفي الاخر وبقى شايك على الشغل بتاعك، وتعالى من هنا كده وبعدين اقف لنا برده هنا وارسمها لي كام. لا متر و70 بس. واخد بالك ان الحيطان بتاعتك كلها بتترسم هنا بس كده. طب يا باشمهندس والعمدان دي لازم تشيلها. طب عشان اشيلها اعمل ايه؟ عشان اشيلها والدنيا ما تنعكش، تعالى من سيت ديسبلاي اوبشن كده وشيل الوول وشيل الفلور وشيل البيم، وسيبنا استفرد بس بالعمدان. خلاص استفردت بالعمدان، انا عاوز اشيل العمود ده. طبعا انت ممكن كمان تشيل الاوبننج، يعني لو انت خايف على الاوبننج تعالى شيلها كمان وشيل العمود ده وشيل العمود ده بس كده. خد بالك هو مختار هنا ايه؟ 3 فريم فريمز سيلكتد، وتعالى على ديليت دلته. طيب سيت ديسبلاي اوبشن تاني، واظهر البيم واظهر الفرول. الحاجات دي يعني احيانا بتبقى اضمن في الشغل عشان خاطر لا قدر الله ما يحصلكش اي مشاكل في اثناء الشغل بتاعك. طيب الحمد لله المفروض كده الشغل كده بتاعك مظبوط ومفيش اي مشكله، وحتى ظبطت البلان بتاعك لو انتوا واخدين بالكم اهو. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده في مدرسه ثانيه في التصميم يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا ما اغيرش حاجه خالص الا ما اشوف نتائج ال 3 دي موديل. وفي ناس ثانيين ليهم وجهه نظر مختلفه شويه، يقول لك لا يا عم هو انا اصلا عارف ان انا عندي هنا حيطان كتير قوي، محتاج اعمل شويه اتزان هنا معاهم بشويه حيطان عشان المبنى بتاعي يبقى متزن في الاتجاهات. لان خدوا بالكم هو في الاتجاه الثاني اتجاه قوي، فغالبا مش هيحصل لي فيه مشاكل كبيره، وفي نفس الوقت الطول كبير، وانتوا عارفين الاكسنتريست المسموح بيها هي 15% من الطول. فالطول لما يكون كبير بيكون المسموح به في الاكسنتريست كبير، لكن لما يكون الطول صغير زي الطول ده كده فللاسف الاكسنتريست المسموح به بيبقى اكسنتريست صغيره. فانا يعني ايه عارفين اخد بالي من الاول اريح، يعني الموضوع ده بيبقى مريح اكتر يعني. ماشي تمام كده. تعالوا بعد كده خلاص احنا المفروض ان احنا عرفنا كده البير ليبل، ما ناقصناش الا احنا نيجي تعالوا من على ان احنا نغير ممكن نيجي قبل ما نيجي نعمل 3 دي موديل، تعالوا من هنا كده من اناليسيس وبعدين ريكتانجولار مش، ونقول له لا انا عاوز المش بتاعتي كل قد ايه؟ كل نص مثلا، خليها كل نص بس. اذا غيرت المش للبلاطه تعالى من على اساينت اناليسيس تاني وقول له كمان غيرها لي للحيطان على الوول مش كمان. لازم تخلي الوول مش عشان يقسم الحيطان مع البلاطه ويحسوا مع بعض، لازم الموضوع ده يتعمل كده مع بعض. بعد كده هنيجي بقى نقول له هنا ايديت ايديت وبعدين ايديت ستوري اند جريدز، وتعالى على موديفاي وهنا كليك يمين. وطبعا ممكن قبل بقى موديفاي لحسن الكتاب يقل بعقله، تعالى كده سيف من هنا، او نقول له هنا فايل سيف احسن، يعني بما انك انت عملت الموديل بتاعك سيف واحسن. وتعالى على فايل سيف از، ادي مثلا 3 دي قوميه فاينل مثلا 1 فاينل 1 عشان بس لو لا قدر الله حصل مشكله في الملف ولا حاجه تلاقيها عندك ملف تاني يعني تشتغل منه. وتيجي هنا نقول له ايديت وبعدين ايديت ستوري اند جريتس، وتعالى هنا على قائمه موديفاي. وخد بالك بقى من حاجه، حاول تعمل زي ما انا يعني زي ما انا هعمل كده بالظبط. هنيجي كليك يمين، اي كليك يمين هنا، اي كليك يمين كده، واد ستوري وكيب اكسيستنج ستوري هايت، قول له انا عاوز ادخل ستوري هايت ارتفاعه 3 متر و10، وعاوز ادخل 13 دور زي ما احنا اتفقنا قبل كده. لو الجهاز بتاعك بيهنج او في مشاكل ما تدخلش ال 13 دور كلهم مع بعضهم، دخل 7 و6 مثلا او قسمهم على بعض بحيث ان هم ما يكونوش كتير يعني. ونقول له هنا اوكي، ونيجي هنا نقول له هنا اوكي، ونستنى بس ما نعملش حاجه خالص لان ال 3 دي موديل بيتكون زي ما انتم شايفين هنا اهو، عمال يتكون معاك اهو. بس
يا باشمهندس انا محتاج اعدل الادوار دي، الارتفاعات دي، ولا تعدل اي حاجه. اوكي، وتعالى خش اعمل سيف الاول كده، وما تعدلش اي حاجه الا ما تعمل الموضوع ده، تخش تطلع منه وتسيف، عشان ده الموديل بتاعك كامل معاك اهو خلاص. وتقول له هنا ايديت، وبعدين ايديت ستوري، عدل بقى زي ما انت عاوز بقى، مفيش مشكله. حتى لو لا قدر الله الجهاز مثلا حصل فيه مشكله، ولا هنج، ولا حصل فيه حاجه، تلاقي الدنيا الستوري واحد ده ما اسمهوش ستوري واحد، اسمه بيدروم، والستوري اتنين ده اسمه الجراوند، الدور الارضي يعني. وبعد كده بقى عندنا فلور واحد، وبعدين فلور اتنين، وبعدين فلور ثلاثة، وبعدين فلور أربعة، وبعدين فلور خمسة، فلور ستة، فلور سبعة، فلور تمانية، فلور تسعة، فلور عشرة، فلور عشرة، فلور حداشر، فلور اتناشر. وتعالى كده يا باشمهندس كمان، معدلهاش، ده اف عشرة، اسف، على فوق كده اف 10، وده اف 12، يبقى بدروم وارضي، بدروم وارضي و12، مفيش مشكله كده، الحمد لله الامور تمام. وتعالى على البدروم ده خليه 3 متر زي ما هو، والدور الارضي 4 متر، والباقي كله 3 متر و10، ماشي، وده الطبيعي يعني، ده اللي بيحصل غالبا. خد بالك من حاجه، بص بصوا، هتلاقوه مط الدور الارضي من لو انتوا خدتوا بالكم يعني، في 3 دي موديل، هو ده اللي بيعمله البرنامج يعني. يفضل بقى، يفضل يعني انت بعد ما عملت 3 دي موديل بتاعك خالص، يفضل انك انت تيجي تعمل الخطوه بتاعه الاناليسيس، وبعدين تيجي تعمل تشيك موديل تاني اناليسيس، وبعدين تشيك موديل، وتيجي هنا تقول له هنا ايه اوكي. هو يعني احيانا بياخد وقت شويه، انتوا عارفين بقى على حسب سرعه الجهاز بقى. الحمد لله، قال لك الموديل هاز بين تشيكت ونو وارنينج مسج ار جنريتد. من الاخر يعني، لو انت ظبطت الموضوع في الاول دور، الحمد لله غالبا الموضوع بعد كده بيتظبط. لو لا قدر الله طلع لك وارنينج مسج، حاول تدور على المشكله فين وتحلها. او انك انت يفضل بقى، لو طلع لك وارنينج مسج في 3 دي موديلنج، ارجع لاول دور تاني بص عليه، لانك انت لما بتعدل في اول دور اسهل كتير ما تعدل في الادوار اللي بعد كده. الحمد لله هو قال لك مفيش ورنينج مسج اهو، كده الامور عندك الحمد لله تمام كده. الملف بتاعك جاهز دلوقتي، ان هو نبتدي نعمل اللود كيسز وندخل الاحمال بتاعتنا ونعمل الران. تيجي كده من نيجي نقول له هنا سيلكت، نيجي قبل ما نعمل ندخل احمال الرياح واحمال الزلازل، انتوا عارفين احمال الرياح واحمال الزلازل ما نقدرش ندخلها لما نعمل الديافرام الاول، اللي هو هيحدد لي مكان السنتر اوف ماس بتاعتنا. فنيجي هنا نقول له هنا سيلكت، وبعدين اوبجكت، وبعدين سلاب سيكشن، وبعدين اف 20 مع سلاب 15، هم دول البلاطات اللي عندنا، ما عنديش بلاطات غيرهم اصلا. واقول له هنا اساين شيل دايفرام. وزمان قلت لكم قبل كده الدايفرام طريقتين يعني، انك انت تيجي تعمل لكل دور دايفرام، او انك انت تعمل دايفرام لكل الادوار، وهو ده اللي يعني الحته دي ما فيهاش مشكله بالمناسبه، هو يجي يعمل كده الدايفرام بتاعتنا لكل الادوار، مفيش اي مشكله خالص. ممكن نيجي نعمل بس اندي فورم عشان يشيل لنا النقطه السوداء اللي هي كان ده السنتر اوف ماس طبعا زي ما انتم عارفين يعني. خلاص كده الحمد لله طلعنا على قائمه ديفاين، وبعدين لود باترن، ونقول له هنا ايه، هندخل الاحمال بتاعتنا بقى. عندنا ايه؟ عندنا اربعه وينت، اكس بوزيتيف واكس نيجاتيف، واي بوزيتيف وواي نيجاتيف، ونفس الكلام في الارث كويك. نيجي نبدا الاول بالارث كويك، ماشي مفيش مشكله، ارث كويك اكس بوزيتيف، وبعدين نقول له نوعها سيزميك، وحاجه من الاثنين، يدخلها يوزر لود، يدخلها بالكود الاوروبي لسنه 2004 زي ما احنا شرحنا قبل كده مع بعض. تعالوا بس ندخل دي يوزر لود مش يوزر كوفيشن، ونقول له هنا اد نيو لود. خدوا بالكم بس من الايه، من اللي احنا بنعمله مع بعض. وبعدين ايرث كويك اكس نيجاتيف، وتعالوا يلا عشان نشوف الكود مع بعض، ندخلها الكود الاوروبي لسنه 2004 واد نيو لود، ونعمل الكلام ده مع واي برضو، نقول له هنا دي اسمها واي واي بوزيتيف، وندخلها مثلا الكود الاوروبي
احنا دخلنا يوزر لود ماشي اد نيو لود و اكس واي نيجاتيف وتعالوا دي ندخلها الكود الاوروبي. يبقى احنا البوزيتيف مدخلينه مصري والنيجاتيف مدخلينه الاتجاه الثاني يعني مدخلينه الاتجاه الكود الاوروبي. اد نيو، خد بالك بقى من حاجه بس اوكي سيبك من الكلام ده كله عشان بس الناس تكون متخيله الموضوع برده احسن من كده. احنا ليه اصلا عملنا الموال ده؟ انا عندي اكتر من احتماليه، احتماليه ان الزلازل تيجي لي، شايفين اكس الموجب ده وشايفين واي دي، ده الموجب بقى. يبقى انا عندي احتمال ان الزلازل تيجي لي كده، فيكون المنشا ليه سلوك، او ان الزلازل تيجي لي كده فالمنشا يكون ليه سلوك تاني، فده تبقى السالب وده يبقى الموجب، او انها تيجي في الواي الموجب يكون المنشا ليه سلوك، او تيجي لي في الواي السالب يكون المنشا ليه سلوك تاني. الحاجات دي كلها لازم تدرس، لان المنشا بتاعي لو سيمتريك مش هتفرق الموضوع ده معايا. انتوا فاكرين لما احنا كنا بنقول ان احنا لو عندنا حاجه سيمتريك يبقى الموجب زي السالب، لكن المنشا ده لو انا جيت قسمته، لو انا جيت قسمته نصين هنا مش سيمتريك ولا حاجه، مش سيمتريك، مش ده زي ده، ولا سيمتريك في الاكس ولا سيمتريك في الواي، فما ينفعش نقول ان احنا هنوحد الاثنين مع بعض. خلاص كده تمام. نيجي بقى نرجع من ديفاين لود باترن تاني، وادي الاحمال بتاعتنا اهي بالمره بقى. ويند اكس بوزيتيف بقول له هنا نوع ويند، نقول له يو بي سي 97 ده اقرب حاجه للكود المصري، واد نيو، او ندخلها يوزر لود زي ما انتم عارفين بقى، وندخلها نيجاتيف نقول له اد نيو وندخلها، بس ده اسهل طبعا كتير، وبيطلع نفس الفورس على فكره. ويند واي بوزيتيف ونقول له هنا اد نيو، ويند واي نيجاتيف ونقول له اد نيو. خد بالك بس يعني حاولوا تركزوا شويه وانتم بتحطوا الاحمال او انتم بتعرفوا الحاجات دي كلها عشان او راجعوا يعني بعد ما نخلص نراجع، لا قدر الله احسن يحصل عندنا مشكله زي اللي احنا عملناها في تعريف الماتيريال لما دخلنا الكونكريت، بدل ما ندخلها 200 وضربها في 10 تبقى 2000 دخلناها 200 بس، وده طبعا خطر جدا يعني، ان هو ممكن يعني كده يطلع لك مشاكل انت ما انتش عارف فين، وممكن ده ما تجيبكش انك انت عامل مشكله في تعريف الماتيريال. فيفضل زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت حتى قبل ما تعمل ران للشغل بتاعك ان انت تبتدي تراجع الموديل بتاعك كله كامل من البدايه. تعالى كده، تعالى كده بنقول له هنا موديفاي، موديفاي زي ما انتم عارفين بقى، هلاقي هنا الديافرامات اتعرفت، فقال لي ابلاي سنتر اوف ماس، والاكسنتريستي اللي الكود حددها اللي هي 5%، والمفروض دلوقتي لو انا شغال في ويند اكس ادخل ويند اكس وموجب، يبقى الرقم موجب، اجي من علامه من ايرث كود كده وادخل البيانات بتاعت المبنى بتاعي من شيت 1 كده، واقول له هنا ان المبنى بتاعي 26 فعلا 26 في 14 و3 من 10 ارتفاع دور الارض 4 متر، والبروبرتيز بتاعتنا اللي احنا ايه شفناها مع بعض، الار ده السي ده اللي هو السويل تايب، الار ده اللي هو البيهيفير فاكتور اللي هو عشان الشير وول والكور يبقى 5، عدد الادوار 15، و الزون احنا زون 3 اللي هي 15%، والاس اللي هو معامل التربه، التي بي والتي سي محددات الريسبونس سبيكترام اللي هو الكيرب بتاعنا، والايتا ده اللي هو معامل الاهميه، لا اسف معامل الانحلال اللي هو بتاع المنشآت الخرسانيه، وده معامل الاهميه اللي هو 1 برضو، ودي البيس شير، وهو وزع البيس شير على كل الادوار بالشكل ده كده. تعالوا ندلل ده كده خلاص، احنا مش محتاجين في حاجه، ممكن نيجي من هنا كده نقول له خلينا ده كله زي بعض عشان بس ما يبقاش حاجه مختلفه. ودي الفورسز بتاعتنا، انا محتاج ادخل الفورسز دي كده، هاخد منها كوبي وهتحطها بره كده، لكن لما هاجي احطها بره هيقول لي ان الكلام ده فيه ايرور لانها لسه معادلات. اجي من على علامه السهم اللي لسه ظاهر ده واقول له ايه، اختارها لي فاليو بس عشان يجيب لي القيمه بتاعتها بس، فتبقى هنا قيمه ما تبقاش هنا ايه معادله. زي ما انتم شايفين كده، هاجي اكتب 1 2 وبعدين اكرر الكلام ده كله مع بعضه عشان يجيب لي 14 دول، واقول له تعالى علم على دول كلهم كده، وبعدين اقول له هنا داتا سورت رتبهم لي. رتبهم لي ازاي؟ رتبهم لي على حسب كولم ال، مش كولم ال ده كولم ال اهو، وبعدين من اللارجست عشان يجيب لي الدور ال 14 الاول، وبعد كده يجيب لي بقيه الادوار. هو ده اللي عمله كده، اقف كده بالراحه واخد الحاجات دي كلها، اخدها كنترول سي واحطها هنا كنترول في في الاكس. اوكي كده تمام، ما عنديش الحمد لله مشاكل. على اليورو كود بقى تعالوا نقول له هنا موديفاي لاترال لود ونغير. احنا شغالين ايه؟ شغالين اكس نيجاتيف. ماشي يا عم، تعالى على الاكس النيجاتيف، شيل كل دول وعلم بس على الاكس النيجاتيف، وهندخل له بس قيمه السي تي اللي هي عندنا 5%. احنا عندنا سي تي عشان نوع المنشاه بتاعتنا خرسانيه، وشير وول وكور الحاجات اللي انتوا عارفينها في السي تي في التايم بيريود اللي هي موجوده هنا. ماشي
تعالى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نكبر عشان تبان اكتر. قلنا ان في حاجه اسمها السي تي، والسي تي عندنا في المنشآت اللي هو الكور والشير هو 5 من 100، فهي دي القيمه بتاعتنا اللي هي قيمه السي تي. يبقى ده 5 من 100 مظبوطه كده. وبعد كده التوب ستوري عندنا اف 12 والبيز والبيز بيز، وده الكانتري. الكانتري او المكان احنا عندنا اذر، عجله الجاذبيه بتاعتنا 15، عجله العجله بتاعت المنشا بتاعنا 15 في زون 3 يبقى 15 من 100. طيب مش هتفرق معانا 1 ولا 2. نوع التربه عندنا في مصر معظمها سي اللي هو تربه متوسطه القوه. السويل فاكتور بتاعنا هنجيبه منين؟ هنجيبه من الكود بتاعنا بره. نرجع كده بالراحه هنلاقي كده ان احنا عندنا تايب 1، وبعدين عشان دي القاهره او الشرقيه يعني اللي هي غير ساحليه لان دي الجزء ده بتاع الساحلي، فنقول له 1.5، 1 من 10، 1 وبعدين ربع، والتي دي ب1.2 من 10. تعالوا ندخل الكلام ده، دي 1.5 ودي الرقم اللي بعده 1 من 10، وده ربع وده 1.2 من 10. نتأكد كده بسرعه تاني. مظبوطين تمام كويس كده تمام. بعد كده البيتا فاكتور ده رقم ب2 الكده اللي هو الار بتاعتنا اللي هو معامل النظام الانشائي. احنا عندنا لو شير وول وكور بيبقى 5، واللمدا ده اللي هو المعامل الاهميه، وده ب1 كده خلاص. احنا ما عندناش اي حاجه ثانيه كده ندخلها في الكود، خلاص تقول له هنا اوكي ما عندناش مشاكل الحمد لله كده الامور تمام. ونيجي على اليوزر لود دي ونقول له موديفاي لاترال لود. احنا دلوقتي شغالين ايه؟ شغالين ارث كويك واي، يبقى انا هاجي فورس في واي واحطها في واي مش في اكس. كنترول في لان انا اصلا لسه متخزن معايا الارقام من الشيت الاكسل بتاعنا. خد بالك لو انت عاوز تدخلها في سالب، زي ما احنا قلنا هنضرب الكلام ده على الاكسل، هنضرب الكلام ده على الاكسل في سالب واحد، يعني هنقول هنا الكلام ده بيساوي في سالب واحد، وادخل ساعتها القيم بتاعتي بالايه؟ بالسالب. دبل كليك كده واخدهم برده كنترول سي، واجي هنا اقول له ايه؟ دخل لي القيم بتاعتي بالسالب. لو انا شغال في اكس، لو انا شغال على، شايفين دخل القيم بتاعتنا هي بالسالب كلها. القيم بتاعتنا كلها سالب 25 لغايه سالب 2. الكلام ده لو انا شغال في واي نيجاتيف بقى. بس انا مش شغال في واي نيجاتيف ولا حاجه، انا واي نيجاتيف دي بشتغلها بالكود، هشتغلها بالكود. طبعا انت ممكن كل حاجه تشتغلها بالكود وتريح نفسك يعني. بس احنا برضو ايه ادينا برضو بنتعلم من الطريقتين. نقول له هنا اوكي، تعالى على الارث كويك واي نيجاتيف ونقول له موديفاي، وندخل الشغل بتاع الكود بتاعتنا ده واي نيجاتيف، وبنعلم بس على الواي نيجاتيف، والسي تي ندخلها له 5 من 100 مش 75، وده اذر ودي 15 من 100 زي اللي فات بقى خلاص. نوع التربه سي، الكلام ده بواحد ونص، الكلام ده بواحد من 10، الكلام ده بربع، دي بواحد واتنين من عشرة، دي باتنين من عشرة على طول زي ما هي، ده بخمسة وده بواحد. خلاص كده اوكي ما عندناش الحمد لله كده الامور تمام. بعد كده ندخل الويند. الويند عندنا اربعة ويند. خد بالك في موديفاي لود دي اللي هي بتعدل الكود او بتعدل الحمل، لكن احنا شغالين على موديفاي ايه؟ لاترال لود. اضغط عليها كده. سرعة الرياح عندنا في مصر 68 اللي هي 70 تقريبا، يعني مش هنغير حاجة. الاكسبوجر تايب اللي هو في النص اللي هو متوسط يعني التعرض، وكل الحاجات دي ما بنغيرهاش، بنيجي بس انتوا عارفين ايه البارابيت. البارابيت دي اللي هي ايه؟ لما بيكون في سور نهائي، سور اخير، سور اللي هو اللي بيسموه الدروه، او لما بيكون في لوحه اعلانات كبيره ولا حاجه، دي بيخش تاثير الرياح معاها في الارتفاع، فبتضغط بتقول له انكلود كده، تقول له انا مثلا عندي لوحه اعلانات ارتفاعها مثلا 3 متر فوق المبنى، لانه لازم كمان يدخل تاثير الرياح كمان عليها يعني. او انك انت عندك سور مثلا ارتفاعه متر ونص او 2 متر ولا حاجه، اللي هو الانكلود البارابيت ده. خلاص احنا ما عندناش الكلام ده ولا حاجه، نقول له هنا موديفاي. وبعدين اول ما اضغط موديفاي يا باشمهندسين هتلاقيه حاسب لك السنتر اوف فيس، او مركز الواجهه بتاعه المنش. ايه مركز الواجهه دي؟ اصل الرياح مش زي الارث كويك، الرياح بتضرب بتاثر في واجهه المنشا مش بتاثر في السنتر اوف ماس، فبيجي يحسب هنا نص الواجهه من الناحيه دي ونص الواجهه من الناحيه دي بيأثر فيه تمام. بعد كده نقول له ايه؟ نقول له اوكي احنا ما عندناش اصلا مشاكل في كده، احنا عاوزين بس نقول له هنا نغير الانجولار بتاعتنا. خد بالك بقى الزلازل بيدخلها ازاي؟ الزلازل بيدخلها بالزوايا. الزلازل بيدخلها بالزوايا. بالزوايا ازاي يعني؟ يعني الاول خالص دي رقم صفر اللي هو الاكس، عد بعد كده اكس موجب، عد بعد كده 180 كده يوصلك لكام؟ انتوا عارفين
كده دي مجموعها 180، ده يوصلك ل اكس سالب. طيب الموجب عندك 90، عارفين الزاويه، هو بيقيس من هنا 90، ده اللي هو الواي موجب. عد كمان 180 على ال 90 يوصلك لغايه 270، 270 دي اللي هي الواي السالب. فاحنا في الاكس هندخل 0 و180، وفي الواي هندخل 90 و270. تمام؟ طيب تعالى هنا ندخل هنا 0 عشان دي بتاعت الاكس، نقول له هنا اوكي، ونيجي على اللي بعدها ونقول له هنا موديفاي لاترال لود، ونقول له هنا موديفاي دي اكس السالبه اللي هي 180، 0 و180 زي ما احنا قلنا 0 و180 هنا اوكي. وبعد كده نيجي هنا نقول له اوكي مفيش مشكله، مش هنغير حاجه هنا، دي بس نخليها سي زي ما انتم عارفين يعني. هي التانيه دي خليناها سي ولا نسينا؟ لا خليناها الحمد لله. اللي بعدها الواي بقى نقول له موديفاي لاترال لود، ومن موديفاي ندخل دي 90 بس، نلغي الاثنين دول كده ونخليهم بس 90 كده، ونقول له هنا اوكي. ونوع التعرض سي اوكي. وتعالى من دي كده اللي هو الواي نيجاتيف موديفاي لاترال لود، ونخلي دي كمان 270، 270 اوكي 100 100 كده خلاص. ونوع التعرض سي، ما عنديش اي حاجه ثانيه ممكن اغيرها. والحمد لله كده عرفنا كل اللود باترن عندنا، نسيف عشان برضو لو لا قدر الله حصل مشكله في الشغل ولا حاجه. بعد كده نيجي على ديفاين، ديفاين بعد كده ايه اللود كومباينيشن، نقول له اد نيو كومبو. عندنا كام حاله تحميل؟ عندنا 18 حاله تحميل. فين ال 18 دول؟ اهم هتلاقيهم عند شيت 4 ده كده. ده النص اللي موجود في الكود، ان هو بيقول لك ان الاحمال للرياح 8 من 10 في 1 و4 من 10 ديل زائد 1 و6 من 10 لايت زائد 1 و6 من 10 الايه الويند. لكن في حاله الارث كويك بتقول 1 و12 ديل زائد الفا في اللايف نود. الفا ده على حسب نوع المنشأ، لو كان سكني الالفا بتبقى بربع، لو كان اداري او مستشفيات بتبقى بنص، لو كان منشات كريتيكال او منشات هامه بنخلي الالفا دي بواحد، والاس دي اللي هو الايرث كويك او الزلازل. وبعد كده بندخل كمان تاثير 9 من 10 من الديد زائد 1.3 من الويند، 9 من 10 من الديد زائد الواحد ايرث كويك. بالاخر يعني هي دول 18 حاله بتوعنا، اللي هو من اول كومبينيشن 1 لكومبينيشن 8، ودول بتوع الويند، وبعدين الكومبينيشن اللي بعد كده بتوع الارث كويك. ويفضل ان انت تسمي الكومبينيشن زي ما انا مسميهم باللون الاصفر ده كده، ديد زائد اللايف زائد الويند اكس، تسميهم زي ما انا مسميهم كده عشان تبقى عارف الايه المشكله اللي حصل لك في المبنى من انهي حاله تحميل بالظبط، او الشير وولد مش مسيبها بسبب ايه، او العمود ده مش مسيب بسبب ايه في الشغل بتاعك. يبقى 1.12 ديد زائد 1.8 من 10، 1.28 من 100 لايف زائد 1.28 من 100 ويند. تعالوا نعمل الكلام ده، نقول له عندنا الاول حاله اسمها وركينج، 1 ديد زائد 1 لايف، ونقول له هنا اوكي ماشي. وعندنا اد كوبي بقى على طول كده، ونقول له هنا التيميت، ودي 1.4 ودي 1.6 اوكي، نقول له هنا اوكي. وبعدين اد نيو كومبو، شوف بقى عندنا ديد لود، نفضل ان احنا نكتب كده ديد لود زائد اللايف لود زائد الويند اكس بوزيتيف، والديد لود هنخليها بكام؟ ب 1.12 من 100 زي ما احنا قايلين، زي ما الكود قايل يعني. واللايف هنخليها بكام؟ ب 1.28. وات عندنا الويند اكس بوزيتيف ونخليها 1.28 هي كمان اوكي. عملت اول حاله تحميل وتاكد كده انها مظبوطه وما فيهاش اي مشاكل، عشان الباقي كله هتكرره منه. اد كوبي بقى على طول، وعندنا ويند اكس نيجاتيف، نيجي من هنا ونخليها نيجاتيف، ونيجي دي نخليها بدل ما هي البوزيتيف نخليها الايه نيجاتيف، وهنكمل بقى الباقي بالشكل ده كله كده. هات كوبي تاني، ويند واي بوزيتيف، ويند واي بوزيتيف، وبعدين تعالى على دي خليها ويند واي بس بوزيتيف اوكي اوكي اد نيو كومبو، اد نيو كومبو لا اد كوبي، اد كوبي ويند واي نيجاتيف. عرفت انت اربع حالات الاولانيين. نخش بسرعه اد كوبي تاني، ونقول له الديد واللايف، ونشيل اللايف ونخليها ويند اكس بوزيتيف بس، ونخلي الديد ب 9 من 10، ونخلي اللايف ديليت، نقف عليه ونعمله ديليت من هنا، ونخلي دي بكام؟ ب 1.3 من 10 زي ما الكود بيقول، ونخلي دي بس ويند اكس بوزيتيف. اد كوبي بقى تاني، ويند اكس نيجاتيف، ونخلي دي اكس نيجاتيف، اكس نيجاتيف هنا اوكي. عاوزين بس نتاكد ان دي معموله صح، موديفاي لا دي اصلا كانت معموله غلط، احنا علمنا على حاجه غلط. ويند اكس بوزيتيف هي مظبوطه اهي،
الواحد برضو يراجع شغله اول باول احسن. موديفاي دي الحمد لله برضو مظبوطه مفيش مشكله. اد كوبي تاني ويند اكس ويند واي بوزيتيف، خليها دي ويند واي، ويند واي بوزيتيف، ونقول له هنا اوكي. وتعالى اد كوبي تاني خليها ويند واي، ويند واي نيجاتيف، خلي دي ويند واي نيجاتيف، نقول له اوكي. عرفنا 8 حالات تحميل بالوين، هنعمل 8 حالات نفس الثمان حالات تحميل هنعملهم للايه؟ ثمان حالات تحميل للايه؟ للاكس كوين. طيب نقف برضو هنا كده على اي واحده منهم ونقول له هنا اد كوبي، ونخليها ديد واللايف وزائد ايرث كويك اكس بوزيتيف، ونخلي دي بواحد و12 زي ما هي، واللايف هنخليه بربع، والكلام ده هيبقى بواحد بس. انا متاكد كده من الايرث كويك. تمام، ايرث كويك واحد يبقى 1 و12 زائد ربع اللايف لود زائد واحد ايه الايرث كويك. خد بالك ان انت لو كنت بتتعامل مع مستشفيات او حاجه اللايف لود ده مش هيبقى بربع، هيبقى بنص، لان رقم موجود في الجدول. ودي مش وين دي ايرث كويك اكس بوس. خد بالك لما بترتب الاحمال على فكره بيجي لك بترتيبها وبيريحك كتير. هات كوبي تاني نقول له هنا ايرث كويك اكس نيجاتيف، ونخلي دي ايه بوزيتيف، خليها اوكي، هنكوبي تاني، وبعدين عملت 4 حالات تحميل اهم، 4 حالات تحميل بتوع الايرث كويك، اكس نيجاتيف، اكس بوزيتيف، واي نيجاتيف، واي بوزيتيف، خلاص كده مظبوطين الحمد لله. تعالى كده اد كوبي تاني، اتاكد بس ان الاحمال بتاعت الديد اللي بعد كده كام؟ 9 من 10 زائد 1 ارس كويك. ماشي. بالمناسبه يعني، بالمناسبه هو اشمعنى الويند بيتضرب في فاكتور كبير والارس كويك ما بيتضربش في فاكتور؟ لان الويند بتحسب على حسب الكود، بتحسب وركنج مش اكتر، لكن احمال الزلازل بتتحسب التيمت، فانت ما تبقاش حاسبها التيمت وتيجي كمان تضربها في فاكتور. فالزلازل بالكود الجديد بيحسبوها التيمت مش وركينج، لان انتوا اصلا في اتجاه كده ان الوركينج بيبتدي يتلغي تماما، فعشان كده بيحسبوها بطريقه الايه؟ الالتيمت. فهي عشان كده بتضرب فاكتور واحد بس، انت ما ينفعش اصلا تكون هي اصلا تكون هي التيمت وانت تقوم جاي مضاعفها هي كمان. فنيجي هنا نقول له هنا موديفاي تاني والديد، نشيل اللايف خالص ما عندناش هنا لايف، نخليها ايه زي ما احنا ماشيين بترتيب احسن، ويند ايرث كويك اكس بوزيتيف، ونيجي على الديد ده ونشيله خالص مش محتاجينه، ايرث كويك اكس بوزيتيف، ونخلي الديد ب9 من 10، نخلي دي بواحد زي ما هي، نقول هنا اوكي، ونكمل بقى بقيه الاربعه التانيين. اد كوبي تاني اكس نيجاتيف، اكس نيجاتيف، وبعدين كوبي تاني الدنيا بتكتر شويه، بس معلش انت برضو شويه تركيز كده بتلاقي الدنيا يعني الحمد لله بتمشي يعني. الحمد لله انت كده عملت 18 حاله تحميل، خلاص اوكي كده احنا حالات التحميل بتاعتنا اتعملت كده خلاص ما عندناش مشكله تانيه. وعرفنا الاول بتاعتنا لانها بير، المفروض يعني ان الملف بتاعنا جاهز دلوقتي على انه يتعمل له ران يعني الحمد لله من غير اي مشاكل. نسيب بس كده ونريح شويه نبقى نكمل.